يوم مهم جدا وتاريخ محفور في قلوبنا وفي عقولنا، هو 9 سبتمبر. يوم 9 سبتمبر هو عيد الفلاحين، فخد الفلاحين المزارعين اللي هم العمود الفقري لهذا المجتمع، اللي بدون زراعه وفلاحه مفيش مجتمع من اساسه زي ما بيقولوا، وان الزراعه اصل الحياه. اللي بيحيي هذا المقوله وهذا الشعار هو الفلاح المصري البسيط. على مر العصور دائما ابدا الفلاح يثبت مدى حبه لوطنه في المقام الاول، حبه لزراعته في المقام الثاني، حبه لاهله ولبيته في المقام الثالث، ولو احنا كده عدنا نظره هتلاقيهم كلهم في المقام الاول. ولكن الفلاح المصري كيف يستعد للاحتفال بعيده اللي هو بيمثله شيء كبير جدا وحافز؟ لو الدوله المصريه استطاعت ان تحيي هذا العيد بشكل يليق بمكانه الفلاح المصري، اعتقد ده هيكون حافز كبير جدا ان هو يساعده على مسيره العمل والعطاء في الفتره اللي جايه. هذه الفقرة هنخصصها لكل اخواننا الفلاحين المزارعين، اللي انا بقول لهم كل سنة وهم دايما بألف خير وانتوا فوق دماغنا على طول. وانا بشرف لو اتصال حضراتكم تتصلوا بينا وتتواصلوا مع هذا اللقاء. وضيفي في هذا اللقاء هو الحاج محمد فرج، رئيس اتحاد العام الفلاحين. حاج محمد، برحب بحضرتك وبقول لك كل سنة وانت طيب، يا رب اكون اول واحد قلتها لحضرتك يعني. وانتم طيبين ومصر كلها طيبة يا رب والعالم العربي كله. كل سنة وكل العالم العربي اجمع بخير، وخاصة اخواننا الفلاحين المزارعين بعيدهم ان شاء الله اللي هنحتفل بيه كلنا في 9 سبتمبر. عيد طبعا اعتقد محفور في اذهاننا، وعيد يعني يختلف عن اي عيد، مش عايز اشبهه باعياد ثانية بس، ولكن برضه عيد مهم جدا كلنا نحظى بالاحتفال بهذا العيد. حاج محمد، الفلاح المصري ازاي ممكن يستعد للاحتفال بعيده؟ خلاص يعني ايام قليلة جدا، تقريبا 8 ايام والعيد بتاع الفلاح هيجي. بالنسبة للفلاح المصري عيده في لما بيبقى فيه قرارات تسعده أو تساعد على زيادة إنتاجه أو إنه يبذل مجهود أكتر، إنه يلاقي السلطة التنفيذية واقفة بجنبه، فدي بتخليه يعني يفوق قدراته اللي أي إنسان يحتملها إنه يزود إنتاجه. إحنا ليه بنقول عيد الفلاح وتسعة تسعة؟ لازم نوضح ليه تسعة، لأن معظم الشعب ما يعرفش ليه عشان تسعة تسعة. تسعة تسعة ده عشان القادر العظيم أحمد عرابي وقف وقال انا ابن الفلاحين وذكر اسم الفلاحين. كان قبله محمد زهران ابن دنشواي الفلاح اللي غار على ارضه وعلى عرضه ضد الاحتلال الانجليزي. جه قانون الاصلاح الزراعي، الرئيس جمال عبد الناصر صدر قانون الاصلاح الزراعي بتاريخ 9/9. ادي 9/9، ليه 9/9؟ عشان نبقى برضه موضحين الصوره ديت، يعني منوهين عليها التاريخ. يعني ان الفلاحين دايما هم الوقود او الشعله، دايما هم اللي بيشيلوا الشعله للنمو الاقتصادي. دي حقيقه، ودي حقيقه يعني. وانا اتشرف ان انا فلاح من الفلاحين، ويمكن دايما بقول الفلاح اللي في غيطه دلوقتي وفي ارضه دلوقتي بيبذل جهد ومجهود عشان ينتج بيبقى افضل منه وانا قاعد حاليا، لان هو ليه مش قادر يقف على الانتاج. فده عايزين نطلع له قرارات تسعد الراجل ده، زي ما هو تعبان وفي الجو وبنشوف يطلع له قرارات تساعده، تساعده على النمو. عشان كده يعني استعداد الفلاح للاحتفال بعيد يختلف. يمكن احنا باقي العياده ومظاهر الاحتفال بالعيد، عيد الفطر بنحتفله بالملابس وبالبسكويت والحاجات دي كلها، وعيد الاضحى بالاضحيه والكلام ده كله، ولكن الفلاح بيستعد بعيده بالعمل وبالبناء وبالجد وبالاجتهاد والتباهي بالمحصول الجيد والوفير، ومدى يعني شهور العناء والتعب والمشقه في مراعاته لمحصوله. احتفال الفلاح بعيده واستعداده يختلف عن اي عيد. عشان كده قيمه يعني عيد الفلاح في نفوس اخواننا الفلاحين ممكن تتمثل في ايه؟ ازاي ممكن يكون دفع ليهم للانتاج والعمل؟ زي ما قلت حضرتك ان هو شيء اساسي ان هو ممكن يكون قرارات في صالح الفلاح. غير كده الفلاح ازاي يسعد بعيده؟ الفلاح يوم السعاده عنده اما ما فيش اي معوقات لانجازات الانتاج تجيله. اما يجي يلاقي اولا الحاله الاقتصاديه للفلاح المصري هي الحاله الاقتصاديه للدوله المصريه، مربوطين ببعض. طول ما القرارات بتطلع لصالح الفلاح ده، هو صدقني النمو الاقتصادي بيبذل، لان هو ساعه ما بيلاقي فيه دخل بيزيد من مجهوده هو بيزود انتاجه اكتر وبيزود مجهوده اكتر. فاحنا اللي احنا بنطلبه في عيدنا ان العيد السنه دي مختلف اختلاف كلي وجزئي عن جميع الاعياد. ليه؟ لان احنا كنا ضلينا الطريق بعد ثوره 25 يناير الى ان الحمد لله رجعنا للطريق الصحيح اللي جموع الشعب او اغلبيه الشعب اتفقت عليه اللي هو في 30/6. فالعيد المره دي مختلف. العيد المره دي عايزين ما ننساش اسر
ال 25 مجند اللي خدتهم نادي الغدر في العام الماضي، نشوف القرارات اللي اتخذت بالنسبه لهم، استلموا فعلا الخمس فدادين ولا لا من اسر الشهداء، يبقى في كشف حساب. الكلمه اللي قلناها او الوزاره اتعهدت بيه ينعلن، ويستلموا العقود في حفله عيد الفلاح 9/9. ليه؟ لان ما مش عايزين نقول او ندي الاعداء المتربصين بيني ان اهو انتوا ما سالتوش في اللي انتوا قلتوا عليهم شهداء. مش عايزين عايزين دي يبقى الرؤيه ان احنا، لان انا هقضى على الارهاب بنجاحي، ان انا الطريق خريطه الطريق اللي احنا رسمناها واتفقنا عليها جموع الشعب المصري اجمع عليه بتتحقق. هو ده النجاح، هو ده اللي يقضى على الارهاب، هو ده اللي يسد جميع المتربصين بمصر. ليه؟ لان الالتفاف الشعبي او الاصطفاف الشعبي هو ده اقوى حاجه تحقق السعاده للفلاحين. لان ومن كلمة الفلاحين، الفلاحين عايزين بلدهم تبقى امن، عندها اكتفاء ذاتي من جميع المحاصيل الاستراتيجيه، عنده اكتفاء ذاتي من الاسمده، عنده اكتفاء ذاتي من جميع مقومات النجاح. صح، ما تحطوش مع محمد. حل الفلاح اختلف يعني زمان عن دلوقتي عن زمان. زمان كان في برضه بعض المشاكل، يعني بعض المعوقات، ولكن الحمد لله رب العالمين دلوقتي الدوله المصريه يعني خطى ايجابيه وخطى فعاله في سبيل اراحه الفلاح المصري. انا مع حضرتك ان لسه ما زال المشوار طويل، ولكن هذه الخطى اللي حرصت عليها الحكومه المصريه لاراحه الفلاح واعطاء بعض حقوقه، ممكن تدينا ايه تفاؤل في الفتره اللي جايه؟ هو التفاؤل النهارده الفلاح عرف وزاره الزراعه. لما بيبقى ليه مشكله بقى الجديد في ديت ان الفلاح بيطلع لوزاره الزراعه، عارف ان في ناس هتسمع صوته. فيه لسه خطوات كتيره ناقصه لسه في الخطوات، لان بنقول ان احنا النهارده لما بلاقي حد يسمع صوتي وانا ليا مشكله، ده بيبقى جزء من حلها، لانه انا طلعت وبتعبر. النهارده اللي بيطلبوا الفلاحين عايزين فلاحين حقيقيين، هم اللي يطلعوا وهم اللي يتكلموا وهم اللي يحطوا مشاكلهم الحقيقيه، لان هو لازم يبقى مشارك في جميع الاحداث اللي بتدور حواليه وخصوصا اللي تخصه. النهارده انت داخلين بنتكلم في تغيير قانون التعاون الزراعي، الفلاح لازم يشارك فيه. مش هستنى ان الاتحاد التعاون المركزي هو اللي يقدم القانون بس، صح؟ لا، لازم جموع الفلاحين تشارك فيه، لان الاتحاد التعاون انا ما اقول لك حبايبي واخواتي وعلى عيني وعلى راسي مع احترامي وتقديري ليهم، لكن انت قعدت قبل 25 يناير انت كنت الممثل الشرعي الوحيد للفلاحين، انت وصلت للفلاحين للمستوى اللي هو نزل له. جميع طبقات الشعب المصري عارفه ان الفلاحين هي اشد طبقات ظلما. طب مين اللي كان ممثله؟ انت اللي كنت ممثله، انت اللي ضيعت حقه، صح؟ لان انت ما كنتش امين بان صوته الحقيقي وصلت التراكمات دي. انا مش هلوم على التنفيذيين او على اللي كانوا في السلطه اكتر ما هلوم على اللي كان بيمثلني. عشان كده هسأل حضرتك، كيف ترى اهميه المطالبه بانشاء مجلس اعلى للفلاحين يضم كل الاطياف تحت لواء واحد يوحدهم؟ تمام، وده طلبناه وفي لجنه ال50 طلبناه واصرنا عليه، وانا بصفتي فلاح قبل ما اكون في اي كيان انا بطالب السيد رئيس الجمهوريه باصدار المجلس الاعلى للفلاحين. ويبقى اهميته ايه؟ ممكن يريح الفلاح ازاي؟ ممكن يستفاد من الفلاح المصري المزارع ايه ده؟ لانه يحط السياسه الزراعيه لوزاره الزراعه. تمام. ما يبقاش سنجه وزير حط اليه يجي صاد بعده بشهرين او بثلاثه يغير، يعني هنتنين على الصيف. يبقى كيان واحد كل مشروع. المجلس الاعلى للفلاحين ده حط السياسه لمده ولو يكون 50 سنه. بس بعد دراسه مستفاده المجلس، تشكيل المجلس ده ايه؟ او العناصر بتاع المجلس ده ايه؟ اولا من الفلاحين، من العلماء، من الجيولوجيين، من الري، يبقى له خطه مستقبليه محطوطه ل50 سنه او ل100 سنه. ايا كان من اللي يجي مطلوب منه ينفذ، لان انا في المكونات بتاعتي بقت صح، التشكيلات بتاعتي بقت صح، اكيد في الوقت اللي انا فيه هتنحط الرؤيه الصح، يبقى همشي على هذا الخط. انما مش هقعد كل سنه ولا كل 6 أشهر اغير سياسه بتغيير راس المؤسسه دي او الوزاره دي. تمام. يبقى هنتنينا زي ما احنا محل تسير ايا كان مين في مسؤول عن الدوله او رئيس الجمهوريه، مش هيقدر يعمل حاجه، لان صح. احنا لازم نساعد. صح. ايه دورنا عشان نساعد؟ بالظبط، نحط المعطيات الصح. طيب
عايز اسال برضه حضرتك رايك في قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنه 81، هل محتاج لبعض التغييرات؟ ولو محتاج ممكن التغيير يكون في ايه؟ التغيير رقم واحد مدتين اثنين لمجالس الاداره. نعم. ما فيش واحد يقعد مدى الحياه عضو مجلس اداره. احنا النهارده ارفع مستوى في البلد رئيس الجمهوريه بقى دورتين. بالظبط. ما فيش دون ذلك لازم كله دورتين، جميع مجالس الاداره في جميع الجهات في جميع الوزارات هم دورتين. عشان ده اسمه تناول للسلطه متفقين. يعني انا عايز افهم مع ابهاتي اللي هو النهارده بقى له 40 سنه عضو اتحاد تعاوني او 30 سنه. هو يكرم واشيله فوق راسي من فوق وكرمه. التأخير على ما بذله من جهد. بس خلاص هو النهارده هيدي ايه؟ هيدي ايه؟ لازم اجدد الدم، لازم اجدد الدم والتغيير والافكار الجديده. بس افكار للتطوير في قواعد ثابته بطلع منها على السلم. السلم انا لما اطلع درجتين ما ينفعش ارجع. احنا بقى بنرجع بتقول لي واحد جديد ثاني ونرجع ننطلق ثاني ونرجع فده رقم واحد عدد دورات لكل عضو. اخدها باي كيان. لازم احط اليه استقلاليه الاتحاد التعاوني. هو في القانون مستقل بس مش مستقل. لان انا عندي ايه اللي حاصل بجمعيات العموميه اللي بتحصل دي. انا هوت وانا في قناه مصر الزراعيه اتحدى اي جمعيه محليه تعمل جمعيه عموميه. كلها بتتعمل على الورق. عشان نكون صادقين احنا عايزين نبني بلدنا بجد. مش عايزين نبنيه بكلمتين حلوين. لا عايزين نبني بلدنا بجد. جماعة العمومات العمل يعني جماعة عمومات العمل. ما تتسددش على الورق وانا بتكلم كلام وعارف اللي بيسمعوني ومشاهديني عارفين انها كلام حقيقي وما يجرؤش واحد يقول لي ان انا كلام غلط. لان انا طالع عارف ايه اللي بيحصل فيه. لان انا مش جاي اتصارع على مناصب او الكلام ده. انا راجل جاي حب البلدي اديت لبلدي الوقت بتاعي. فانا عايز اعمل حاجه صح او اقول حاجه صح. التنفيذيين ينفذوا الكلام ده. ليه؟ ان شاء الله اكون انا بره الموضوع خالص. انا على استعداد ما اسيب اي منصب معروض انا مش عايزه. بس بلدي تبقى تمام وعايز حقي كفلاح بس. تمام. طيب خلينا برضه نتفاعل شويه ونرجع لموضوع تكريم الفلاح في عيده. هل حضرتك شايف القرارات اللي اتخذها يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي او اتخذتها الحكومه بصفه عامه من استصلاح بعض الاراضي تعتبر بمثابه تكريم للفلاح المصري في عيده؟ آلية التوزيع. عشان أقول السيد الرئيس خد قرار صح وصائب. آلية التوزيع لازم عدالة اجتماعية في التوزيع. طيب احنا نمل علمنا ان مثلا على سبيل المثال شباب الخريجين لغاية سن 35 سنة ده هيستلم مثلا يا 3 فدادين يا 5 فدادين. طب انت واقف التعيين من 85، الفقره اللي من 85 اللي هو 35 سنه ل 50 سنه دول يروحوا فين؟ عوضتني بقى في ايه؟ ايه التعويض بتاعهم؟ انا عندي من معظمهم عقود تشجير في وزاره الزراعه 53,000. دي لا تثبت ولا تعين في الحكومه ولا استلم ارض وبعقد ب 60 جنيه في الشهر. طب ده يروح فين؟ فين العداله الاجتماعيه للطبقه دي؟ لازم اعمل عداله اجتماعيه، القرار لازم يبقى مدروس من جميع ابعاده. وايه ايجابياته وايه سلبياته وهل سلبياته دي نسبتها كام؟ احنا قرارات البشريه لازم ما عدا القرارات الربانيه ديت الديد معصومه دي اللي فيها عدل من ربنا سبحانه وتعالى. انما القرارات البشريه اكيد فيها نسبه بالسلب بس نسبتها قد ايه وعليكها ازاي. لازم الرؤيه بقى بنقول للمشرع اللي بيحط القانون يبقى عنده الوعي وعنده الالمام. ما اسمحش من واحد. مش معنى ان محمد فرج مثلا رئيس اتحاد الفلاحين اجيبه هو يبقى ممثل الفلاحين وخلاص. لا في غيره وغيره ده هيضيف ايا كان. انا ما بختلفش معاه اكيد هيضيف حاجه جديده. لان من ادعى انه يعلم كل شيء فهو لا يعلم شيء. طيب الاحتفال انا عارف لسه الاحتفال فاضل 8 ايام بعيد الفلاح ولكن انت رؤيتك او توقعك في الاحتفال هذا العام يكون مختلف عن الاعوام السابقه واوجه الاختلاف ممكن تكون فيه؟ انا اختلافي حاليا مع اللجنه المشكله ل تنظيم عمليه الاحتفال في غموض. بمعنى ايه اللي انت شايفه كده وخليت انك في غموض النهارده ان احنا النهارده 2/9 يعني فاضل اسبوع ل 9/9. هل السيد وزير الزراعه يقعد مع واحد او اثنين يتكلموا في احتفال تحديد شكل احتفال عيد الفلاح يبقى ازاي ويخرج صح؟
طب ما تقعد مع الناس كلها، كل من يمثل الفلاح يا سيدي ان شاء الله يكون معاه خمسه بس، يقعد يسمع منهم. اعمل اجتماع للكل، اسمع منهم، وكلك يبقوا قاعدين على ترابيزه واحده كلنا في وش بعض. كل من يمثل الفلاح انه يقعد مع بعضنا ونختار سيناريو. طب مظاهر الاحتفال انت شايفها تليق بالفلاح ممكن تكون ازاي حاجه؟ القرارات من السيد رئيس الجمهوريه اللي هتسعد الفلاحين مش باللي هيروح الحفل. هل متوقع ان في قرارات جديده ممكن يصدرها الرئيس؟ على ما اتوقع ان قانون التامين الصحي على الفلاح على ما اعتقد انه هو القرار ده كان يعني اصدر من فتره ولكن ممكن يدعم وبدور يعني ويتم بشكل رسمي، انت متفائل ان شاء الله ممكن يكون فيه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، التامين الصحي موجود على الفلاحين حتى من ايام دستور 71 بس الماده ما كانتش مفعله. ولو هقول لك هرجع هاسب اللي كانوا مسؤولين وخدوا صفه الفلاحين، هجيبهم لان هم السبب في اللي احنا فيه. ودي مسؤوليه ما انا ما بتهمهمش، ده واقع اهو، يطلعوا يردوا علي يقولوا الكلام ده ما حصلش، فين المواد اللي انتم طرحتوه؟ المضابط موجوده، يقول لي انا رحت في اليوم الفلاني وقدمت طلب احاطه الكذا او قدمت مشروع قانون لكذا. الماده كانت موجوده في دستور 71 وما اتفعلتش، وكانت في موضوع في 2000 ولا اتفعلت. فالاراده السياسيه عايز ايه؟ هتفعل لان احنا فرحانين بالدستور اللي احنا اتفقنا عليه كلنا وخد نسبه اكتساح، والاول مره دستور يستفتى عليه من عدد الشعب اللي طلع الحقيقي اللي طلع. طيب تفعيل اهم حاجه، تفعيل المواد، لان دستورنا حاليا حبر على ورق. الاتحاد العام بقى للفلاحين وحضرتك رئيس هذا الاتحاد، ازاي ممكن يشارك الفلاح الفرحه بعيده وايه اللي ممكن يقدمه للفلاح المصرفي؟ انا بالنسبه لاتحاد الفلاحين، اتحاد الفلاحين رؤيته لعيد الفلاح يبقى لصغار الفلاحين نسبه في المليون فدان بتوع الرئيس في السنه الاولى. تمام. صغار الفلاحين اللي هم المنتجين الحقيقيين، لان هم دول اللي ما يهمهمش جو الصحراء ولا قادرين بس عايزين قطعه ارض. تمام. يلاقوا نفسها فيه. و دعوتني لفلاحين ان احنا بنقول بكره احسن من النهارده ان شاء الله، ده رؤيه احنا شايفين كده باذن الله. حضرتك برضو شايف ان اجمل صور الاحتفال بعيد الفلاح ان يكون في قرارات. طيب هل حضرتك انت بصفتك رئيس الاتحاد العام للفلاحين في قرارات معينه مجهزه او خطه معينه ان شاء الله تعرضها في عيد الفلاح تبسط بيها اخواننا الفلاحين المزارعين؟ هو اللي احنا من الاسبوع اللي فات قعدنا مع معالي وزير الزراعه الدكتور عادل البلتاجي وطرحنا رؤيتنا وبنقول لان احنا عايزين نوصل صوت الفلاح الحقيقي لرئاسة الجمهورية عشان خاطر القرار يطلع ملائم لأغلبية الفلاحين مش لسين أو صاد. احنا ما نعنيش غير ان احنا نحط ورقنا ويتحروا على الكلام بتاعنا نشوفوه حقيقي ولا مش حقيقي، صح ولا مش صح، رؤيتني هل الرؤية دي لصالح بلدنا ولا لصالح طبقات معينة. نتمنى يا رب ان كل القرارات اللي جايه تكون في صالح الفلاح والمزارع المصري، يعني التهنئه كلها اجلال وتقدير وتحيه لكل اخواننا الفلاحين والمزارعين كلهم، كل سنه وهم دايما بالف خير وصحه وسعاده، كل سنه وهم يعني عصب هذا البلد وصمام الامام لهذا المجتمع. في نتز الخبر بشكرك جدا الحاج محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين، شكرا لك يا فندم. شكرا وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم، بتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله الاحتفال بعيد الفلاح هذا العام سيكون مختلف، وانا ان شاء الله متفائل زي الحاج محمد فرج هيكون هناك الكثير من القرارات في عيد الفلاح سوف تسعد كل هذه القائمين على هذه الطبقه. خلصت حلقتنا النهارده مشاهدينا، تحيات فريق العمل وتحيات عاصم الشندويلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.